مباراة الأهلي النهارده، الأهلي قبل ما اسيب وأسوان. الماتش ده، انا لازم اشكر برضو في المباراه ديت الاثنين مساعدين. الاثنين مساعدين كانوا مميزين جدا برضو، حاجه ايجابيه لازم نحط سبوت عليها. الاثنين مساعدين كانوا يعني هايلين جدا. الهدفين اللي تم الغائهم، تسلل موجود، المساعد رجب محمد المساعد الاول ومصطفى حسين المساعد الثاني، مميزين جدا. خدوا قرارين ممتازين في ارض الملعب، هم اللي رفعوا الرايه، هم اللي خدوا القرار في الملعب. الفار اكد على القرار ورسم الخطوط صح، والهدفين اللي تم الغائهم الغاء صحيح، والتسلل موجود في كلا الهدفين. فبنتكلم على الايجابيات زي ما بنتكلم على السلبيات، صح، ولازم نشيد بيهم ونقول اسمه. هايل جدا. مباراه النادي الاهلي واسوان. الاهلي واسوان، نتكلم على ركله الجزاء. ركله الجزاء المعيار بالنسبه لنا مين اللي لعب الكوره؟ لعب الكوره شادي حسين، هو اللي لعب الكوره المهاجم. حارس المرمى حارس المرمى اهمل بالدخول باهمال مع شادي حسين، وبالتالي ركله جزاء صحيحه والكره فيها انذار عشان فرصه محققه. لو هو عدى الحارس خلاص هيبقى في عنده فرصه محققه لاحراز هدف. ومع ركله الجزاء بيبقى على طول بتنزل الكارت احمر الكارت اصفر، وبالتالي ركله جزاء صحيحه وانذار صحيح وقرار سليم من احمد الغندور. عظيم. ومراجعه صحيحه من حكم الفار. عظيم. كان في حالات ثانيه مهمه ولا هي دي بس الحاله الابرز؟ لا، الحاله برضه نتكلم عن المساعد اللي تم الغاء هدف النادي الاهلي في الشوط الثاني. الغاء صحيح، وهنتكلم برضه على تنفيذ ركله الجزاء كانت صح، لكن الهدف اللي تم الغائه للتسلل المساعد سمح باستمرار اللعب كبروتوكول فار، وبعد كده لما الكره احرزت رفع الرايه وقرار صحيح من حكم المساعد. برضو من النهارده في تميز كبير جدا للمساعدين في اليوم النهارده. التحكيم محمد فاروق ده من المساعدين المميزين برضو زي ما قلت على المساعدين التانيين، فمحمد فاروق ده من المساعدين المميزين. اي نعم تمركزه مش صحيح، بس في الاخر خد قرار صحيح، كلنا بنحيي عليه ان التسلل واضح وتم الغاء الهدف والتسلل صحيح وقرار مميز من حكم المساعد الثاني. طيب في ملحوظه بقى كابتن جهاد عايز اشاركك معايا فيها، مش عارف شفتها ولا لا. في حاجه حلوه من بدايه الدوري ومن نهايه الدوري الماضي كمان، انه اللعب ما بيقفش كتير، يعني مش كل كوره فاول ومش كل كوره مخالفه، فما فيش تعطيل للعب. دي مش ملحوظه جديده، دي ملحوظه قديمه كلنا شفناها. بس هي الملحوظه الجديده بقى اللي انا شفتها كابتن جهاد، ان احيانا بيبقى في مبالغه في عدم احتساب بعض الكرات المهمه. يعني بشوف لاعب بيزق لاعب او بيعمل فاول واضح جدا، والحكم عشان واضح ان هو واخد تعليمات انه يمشي اللاعب او ما يعطلش اللاعب كتير، بتبقى فاولات واضحه. فهنا انت عشان تمشي اللاعب لازم تدي كمان للناس حقها، الخيط الرفيع دوت ما ينفعش يتقطع. تتفق ولا تختلف؟ لا، متفق معاك تماما. انا في الاخر الراجل مديك مساحه للاحتكاك، لكن الاحتكاك اللي هو الفير تشالنج، يعني ما فيش خطا، مفيش فاول موجود. صحيح. فالاحتكاك المسموح به هو فير تشالنج، هو الاحتكاك الطبيعي او الاحتكاك او التلاحم الطبيعي. صحيح. اللي مفيش فيه فاولات، لكن وجود الفاول لا، مع الفاول يحتسب، ما يمشيش مع نفس السياق. في حاجه كمان جميله كريم برضو نتكلم فيها. انت عندك تحليل اسبوعي ظهر لنا الاسبوع اللي فات، طلع الراجل طلع بتحليل اسبوعي. اتمنى طبعا ده بقى خلاص بقى بالنسبه لنا امر واقع. الراجل كل اسبوع هيطلع بتحليل. اتمنى زي ما احنا اشدنا بالاسبوع اللي فات والاخطاء اللي ظهرت، برضو التحليل هيستمر ونسمع الفار زي ما بنسمعه. ده خلاص بقى بالنسبه لنا في الدوري المصري والتحكيم المصري والمنظومه في الدوري المصري بقى امر واقع. صحيح. ما اعتقدش ان في حد هيقدر يغير ده. صحيح. فده هيستمر، لان لو وقفت في وقت من الاوقات هو في خطا تحكيمي وما جبتش التحليل بتاعه وما جبتش الفار بتاعه، هيبقى عندك مشكله كبيره 100%. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.